الأستاذ أحمد ضاحي أحد أهالي القصير. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا يا فندم. عايزين نطمئن على الأوضاع في القصير. هو الأوضاع يعني الحمد لله دلوقتي كويسة، بس هي الأستاذة غادة اتكلمت عن المرض خلاص، إحنا ممكن نتكلم عن حل المشكلة إزاي؟ طبعا. هو الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة اتكلم عن إن المشكلة كلها من المية المكشوفة. مظبوط. إحنا يا فندم حضرتك المية بتجينا مرة واحدة في الأسبوع. صحيح. فأنا لازم عشان أكمل باقي الأسبوع لازم أخزن المية بتاعتي. صح. لما أنا بخزن المية بخزنها في خزانات فوق السطح أو تحت في الأرض. هو اتكلم إن الخزانات مكشوفة، طيب الخزانات المكشوفة دي النهاردة المحافظ اتكرم وجاب لنا 40 خزان بدلهم مكان الخزانات القديمة. جابهم إمتى محافظ البحر الأحمر؟ جابهم لكم إمتى؟ النهاردة يا فندم. النهاردة؟ الأزمة دي بقالها قد إيه؟ الأزمة دي بقالها أكتر من شهر حالياً. أكتر من شهر والخزانات جت النهاردة، ولا كان في قبلها مرحلة محاولة تغطية هذه الخزانات؟ هو وزارة الصحة أعلنت إن إحنا عندنا حمى الضنك في القصير من حوالي 10 أيام. أيوة كان عندنا هنا في البرنامج، لكن أنا بسأل الخزانات دي تمت تغطيتها ولا ما تمش تغطيتها وجابوا لكم خزانات جديدة النهاردة؟ لا الخزانات تمت تغطيتها، بس هم النهاردة جابوا 40 خزان بلاستيك جديد مكان الخزانات السابقة. تمام كده؟ أنا المية بتجيني مرة واحدة في الأسبوع في مواسير من الأسبستس، المواسير دي محرمة دولياً يا فندم. تمام كده؟ البنية الأساسية الخاصة بالمياه محتاجة تغيير عندكم. تمام. غيروها يا فندم، في مناطق وصلت لها المواسير المية عن طريق المواسير دي الجديدة. المناطق دي منطقة واحدة أو منطقتين بس في القصير، باقي المناطق كلها ما فيش ولا حاجة، شغالين على مواسير الأسبستس اللي هي المواسير المحرمة دولياً. طيب بالنسبه للميه اللي في الخزانات اللي هي الخزانات المكشوفه اللي بيقول عليها المتحدث الاعلامي بتاع وزاره الصحه اللي قال عليها الدكتور عمرو قنديل النهارده، هو عندكم في البحر الاحمر وعامل اجتماعات مع القيادات. تمام. هو موجود مشكورا يعني، ربنا يجازيه كل خير. ما اتكلمناش لا ده حقكم يعني ان كنتوا تتركوا كده بلا رعايه صحيه وبلا تامين واضح لحياتكم. مش عارف يا فندم، انا عايز اكلمك في نقطه ثانيه بس. مجلس المدينه عامل لنا مشربيات بره القصير. يعني محدش بيشرب من الميه اللي بتجينا وبنخزنها في الخزانات، مفيش حد بيشرب منها. احنا بنشرب من مشربيات بره القصير، بنعبي في جراكن يا فندم كده. الجركن 20 لتر بنعبيه ب 2 جنيه. محدش بيشرب من الميه المكشوفه، الميه اللي في الخزانات محدش بيشرب منها. امال العدوى جات لكم ازاي؟ الله اعلم بقى. لا يعني ما بتشربوش منها دلوقتي، لكن قبل كده كنتوا بتشربوا منها؟ يا فندم احنا الميه دي بنشرب منها اكتر من 5 سنين. الميه اللي في المشربيات اللي هي في حنفيات مجلس المدينه عاملينها حنفيات بره القصير بنشرب منها بنعديها بالجراكن. يعني انت عايز تقول لي ايه يا استاذ احمد؟ عايز تقول لي انا عايز اقول العدوى دي مش جايه لكم؟ العدوى ممكن تكون من الميه يا فندم. طب ما هي العدوى من الميه. الله اعلم، احنا عايزين نشوف بقى وزاره الصحه تيجي يجيبوا ناس ويحللوا الميه. تم التحليل من 10 ايام، تم التحليل واعلنت النتائج، والدكتور عمرو قنديل قاعد عندكم دلوقتي في البحر الاحمر رئيس الطب الوقائي بيشوف ازاي. لم يتم احصاء الاعداد وعايز يشوف الاعداد كام، بيعلن بشكل واضح ان الميه هي السبب. احنا بيتنا في 15 حاله. طب في تحسن؟ انتوا بتتلقوا العلاج في البيت ولا في المستشفى؟ انا قعدت طريح الفراش 10 ايام ما طلعتش من البيت. مش انا لوحدي، انا وابويا واخواتي وعيال اخواتي كلنا. وكنتوا بتاخدوا العلاج في البيت؟ كنا بناخد علاج في البيت. ايوه طبعا. وحالتكم ايه دلوقتي؟ لان اي حد كان بيروح المستشفى يا فندم كنا بناخد حقنه خافت حراره وبيمشونا، ما بيحجزوش حد في المستشفى. طيب ازمه القصير دي تحتاج الحقيقه لاهتمام اكثر من ذلك. سنتابع ما سيسفر عنه اجتماع السيد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحه لشؤون الطب الوقائي في القصير مع القيادات. الان دي شهادات الناس، الناس بتقول ايه؟ اولا الخطير في كلام السيد احمد ضاحي المواطن اللي معانا ان هو مش مقتنع ان هي من الميه، لان بيقول انا ما بشربش الميه دي، انا بشرب من مشربيات عاملينها لنا على الطرق هناك، والميه اللي احنا بنخزنها في الخزانات دي بنستخدمها في اغراض اخرى غير الشرب. لكن تقارير وزاره الصحه بتؤكد ان السبب هو الميه والبعوضه اللي بتنمو في هذه الميه. ما نتضايقش ان ده تشكك المواطنين، لكن هم ما عندهمش تواصل جيد معاهم قدر يفهمهم طبيعه هذه العدوى بشكل كبير. احنا على فكره هنتابع هذا الموضوع ونشوف اداء الحكومه فيه، لان الناس اشتكت بشكل واضح من ان ما كانش فيه وفقا لشهود العيان اداء جيد لهذه الازمه.